أحكي لك القصة. قصة مسلسل عاصي. تدور أحداث القصة في إنطاكيا حول حكاية حب عاصي وأمير. عاصي واحدة من بنات المحامي إحسان كوزغلو، صاحب الأراضي الكبيرة اللي ورثها عن أبوه. أمير دوغان أمه انتحرت وهو صغير، وتربى هو وأخته ملك عند خالته سعيدة اللي زرعت فيهم روح الانتقام من عائلة كوزغلو، على اعتقادها بأنهم السبب في انتحار أختها أم أمير. أمير بيكبر وبلش يخطط للانتقام، وبالصدفة بشوف عاصي وبصير يحبها. بنصدم أمير لما يعرف إنه عاصي البنت اللي حبها من أول نظرة بنت عدوه إحسان كوزغلو، وبيضل مصمم على الانتقام. تدهور الأوضاع المادية عند إحسان كوزغلو أبو عاصي وبنحبس. عاصي بتتهم أمير بحبس أبوها بس بكون ما إله دخل، بقنعها وبتصدقه، وهيك بكون ضرب عصفورين بحجر، كسب حب عاصي وفشغ له من إحسان. عاصي وأمير بتجوزوا وبيعيشوا بسعادة. ملك أخت عاصي تتجوز علي، وبالصدفة بتلاقي عنده رسالة من عاصي تتهمه بالخيانة وبتنتحر، وبتنقلب الأمور رأسا على عقب. بيعرف أمير عن الرسالة، بنجنه بيطلق عاصي، ببيع كل أملاكه وبيهاجر. عاصي بتكون حامل من أمير وهو مش عارف، بتجيب بنت وبتسميها آسيا. وبعد 5 سنين بيرجع أمير وبشوف عاصي مع بنته، وبطلب إنه يرجع لها بعد ما يتأكد إنها بنته، وبيعيشوا حياة أسرية سعيدة في ظل بنتهم آسيا. شو اسم بنت عاصي وأمير؟ هند؟ آسيا؟ فلبين؟ إذا عرفت الجواب ابعت SMS برمز الإجابة الصحيحة على 92366. أنا بحكي لك القصة. لتربح معنا سخان شمسي بقيمة 400 دينار، مقدم من أنظمة مودرن تايمز الشمسية.